السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم وعلى كل الاسر الكريمه اللي بتتفرج علينا. والنهارده فيديو جديد، والاف من الناس طلبت مني ان انا اعمل لها الفيديو دوت. والفيديو دوت يا شباب هيبقى هديه رمضان مني ليكم باذن الله. وانا اتحدى اي حد ان الفيديو دوت اللي انتوا هتشوفوه النهارده يكون اتعمل في اليوتيوب قبل كده، سواء محتوى عربي او محتوى اجنبي. واليوتيوب موجود، دور وشوف. لو لقيت اللي انا بقوله لك دوت في اي محتوى عربي او اجنبي يا جماعه عرفني وهديك اللي انت عايزه. اخر حاجه حابب ان انا اوضحها ان الفيديو دوت متعوب جدا فيه يا شباب، لانه متصور على مدار 10 ايام وخد مونتاج يومين عشان نقدر ان احنا نقدم لكم الجوده في المونتاج والحاجه اللي فعلا تستفيدوا منها وتطلعوا منها من الفيديو مستفيدين حتى ولو بنسب مختلفه. ولكن بنسبه 100% باذن الله كل هيستفيد سواء محترف او مش محترف من الفيديو بتاع النهارده. الفيديو هيحتوي على استبيان كامل باذن الله هنعمله مع بعض بعد ما نشرح كل التريكات. يعني في الاول هنعرفك ايه التريكات اللي بتخليك تقع في الاستبيانات، وهنيجي بقى نطبقها كلها مع بعضينا كده في استبيان كامل بعد بعضنا البعض وندردش مع بعض. من الاخر الفيديو دوت هيخليك تقدر تشتغل على اي موقع استبيانات بدون اي مشاكل، سواء انت في دوله عربيه او دوله غير عربيه. فاتمنى منك تقدر حجم المجهود المبذول في الفيديو وكلمه حلوه منك في كومنتات. رمضان كريم يا جماعه عليك وعلينا، وما تنساش اللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب، ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. طيب يا معلم، بدايتنا مع الاستبيان الجميل اللي قدامكم دوت يا شباب. اول حاجه بتوافق على الشروط عادي جدا، ودي خطوه لازم تبقى ثابته في كل الايه، في كل الاستبيانات. اي شروط تبقى موجوده لازم ان انت بتوافق عليها. ثاني حاجه ودي حاجه مهمه جدا، لو انت ملاحظ هتلاقي ان هنا بيقول لك تفاصيل الاستبيان ديت هتبقى عن ايه، بيقول لك ان معلوماتك هتبقى سريه. وفي الخطوه ديت يا شباب بيبقى ساعات قايل لك الاستبيان دوت هيبقى عن موضوع ايه بالظبط، وبالتالي اجوبتك عشان تتاهل للاستبيان دوت يا شباب لازم ان هي تبقى في ضمن الموضوع دوت، او ان انت عندك معلومات عن الموضوع دوت عشان يقدر ان يقول لك ان انت مؤهل للاستبيان دوت وان انت تقدر تعمله. ولكن لو هو في الاسئله اللي احنا هناخدها مع بعض دلوقتي لا ان انت جاوبت اسئله تدل على ان انت مش فاهم في الموضوع دوت، ابدا ان هو تلقائي يعمل لك ترمينيشن او ازاله من الاستبيان يا شباب. طيب نركز على ايه يا يحيى لو احنا عرفنا اسم الموضوع او بيتكلم عن ايه؟ هقول لك دلوقتي واحنا ماشيين مع بعض. بكل بساطه هتبدا ان انت يا معلم تجاوب الاسئله العاديه اللي موجوده في كل الاستبيانات، وهي الاسئله في اي بلد تعيش، سنك قد ايه، واللي هو انت دلوقتي شغال ايه او مش شغال ايه. الكلام ده كله يا جماعه لازم يبقى متوافق مع الحاجات اللي انت مدخلها في موقع الاستبيان ذات نفسه. يعني في مثلا في موقع سيرفي ايه ما تبقاش كاتب مثلا ان عمرك 20 سنه وتيجي هنا في الموقع او في السيرفي ذات نفسه تبدا ان انت تكتب له ان انت عندك 22 سنه او 23 سنه. ولو انت مثلا عامل المؤهل بتاعك هناك في الصفحه بتاعه الاستبيانات خريج مثلا ثانويه وجيت هنا اخترتها خريج جامعه في الاستبيان يا شباب هيبدا ان هو يخرجك على طول. طيب يا يحيى الخيار الامثل ايه يا يحيى؟ ان انت طبعا تكون خريج جامعه او خريج دراسات عليا يا شباب وتختار الخيار دوت في الموقع بتاع الاستبيان اللي هو سيرفي ايه، ولما تيجي تخش في الاستبيان ذات نفسه. وخلي بالك الاسئله اللي معروضه قدامك ديت بتتكرر في كل الاستبيانات، يعني احنا لغايه دلوقتي احنا لسه ما اتقبلناش في الاستبيان ولا بنعمله لغايه دلوقتي، كل دي اسئله عاديه هتلاقيها بتتكرر كلها او معظمها في الاستبيانات اللي انت هتخشها، ولازم ان انت تجاوبها اجابات صحيحه. خصوصا في الحاجات اللي بيسالك انت بتملك ايه وما بتملكش ايه، جاوب له بالظبط انت بتملك فعلا ايه وما بتملكش ايه يا شباب. وتكون طبعا زي ما بقول لك كل الاجابات اللي في الاول دي متوافقه مع البروفايل بتاعك اللي انت مليته في الاستبيانات او في الموقع بتاع السيرفي. انا دلوقتي ما بكلمكمش على موقع معين، انا بكلمكم على اي موقع استبيانات يا شباب بيعرضها لازم تمشي معاه بنفس الطريقه دي. طيب يا معلم لو جاوبت كل الاسئله وبقت في توافق زي ما انت مليتها في البروفايل هتلاقي نفسك ان هو قال لك لقد تأهلت لإجراء هذا الاستبيان، أو دخلك على الاستبيان مباشرة أو حولك على صفحة الاستبيان اللي هو ده بقى الاستبيان الأساسي. فبالتالي لو أنتوا لاحظتوا إن كل الأسئلة اللي كانت فاتت ديت واللي إحنا جاوبناها مع بعض ما هي إلا كانت عملية تحقيق أو عملية تحقق، عشان بس الناس بتقول لك هو أنا ليه بيخرجوني من نص الاستبيان؟ أنت أساساً ما بتبقاش لسه دخلت الاستبيان، أنت كل دوت بتبقى في عملية التحقق وبتبدأ إن أنت تهبل فيها أي هبل يا معلم، وبالتالي أنت ما بيدخلكش الاستبيان نتيجة الهبل اللي أنت بتعمله. انت عايل ب هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ طيب بعد كده اخلي بالي من ايه بقى لما اخش للاستبيان؟ في يا معلم كذا تركايه اثناء شغلك على الاستبيان او انت شغال من الاستبيان بيخلوك لو انت يا معلم ما جاوبتهمش صح او لو انت ما خدتش بالك من التركات ديت يا معلم هيخرجك من الاستبيان وانت جواه. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي التركات ديت. حاجه زي اللي انتوا شايفينها ديت يا شباب بيقول لك لتاكيد مشاركتك في الاستبيان يرجى اختيار الكلمه التي ليست لونا، وزي ما انت شايف بنفسجي برتقالي ازرق احمر. فحاجه زي كده انت لو الاستبيان مش
مترجمه اصلا لو انت مش عارف الاستبيان دوت بيتكلم عن ايه، او لو انت اساسا ما خدتش بالك وكنت بتختار اي هبل وخلاص وبتدوس نيكس، فانت مش هتاخد بالك من السؤال اللي في النص دوت، وهتقوم مختار مثلا بنفسجي ولا برتقالي فيقوم مخرجك من الاستبيان على طول. ولكن هنا الاجابه الصحيحه عشان تكمل في الاستبيان لازم ان انت تدوس على كلمه احمد اللي تحت دي. الله عليك، احسنت يا ابني والله. فدي كانت اول تركايه بتيجي وشائعه جدا ان هي تحصل في الاستبيان يا شباب بنفس الطريقه دي. تاني تركايه يا شباب ان في نص الاستبيان بيعرض لك او بيقول لك احنا في الجزء الثاني من الاستبيان دوت هنتكلم عن ايه تحديدا. يعني مثلا هنا فيقول لك في التاليا نود ان نركز على طرق الدفع التي تستخدمها لشراء العاب الهاتف المحمول. فانت اجاباتك لازم تبقى في المحور دوت يا جماعه، ما ينفعش تبقى في محور ثاني، لان لو بقت في محور ثاني ده معناه ان انت كده بتجاوب اجوبه غلط او اجوبه هم مش عاوزينها، تثبت ان انت مش مركز اثناء الاستبيان. فنخلي اجاباتنا يا جماعه متناسقه وما فيهاش تناقضات اثناء الاستبيان. يعني ايه مثلا؟ يعني زي ما انت ما شايف هنا بيقول لك دي الطرق اللي انت بتشتري بيها او اللي انت بتشتري بيها العاب التليفون. فهنا مثلا انت جيت عند بطاقه او رموز هدايا رقميه او الكترونيه ديت وقمت مختار اختيار لم اسمع بها من قبل ما. فانت لو قدام جات لك نفس الخيار دوت او جالك نفس السؤال دوت انت لازم تجاوبه نفس الاجابه او اجابه قريبه منه. ما ينفعش مثلا تيجي وتقوم مختار اشعر انني اعرف القليل عنها وانت كنت قبل كده مختار لم اسمع بها من قبل، فبالتالي حاجه زي كده او تناقض زي كده هيقوم مخرجك من الاستبيان. فبالتالي لازم أن تبقى صاحي انت بتختار ايه. تقول لي يا يحيى يعني انا هفضل اقرا كل التفاصيل وكل حاجه انا بختارها في الاستبيان؟ اقول لك لا، انت خلي اجاباتك في الاستبيان يا معلم منطقيه او محدده، يعني ما تبقاش عشوائيه واي حاجه وخلاص. يعني مثلا اول ثلاث صفوف هتختار لم اسمع بها من قبل، وثاني ثلاث صفوف هتختار مثلا اشعر انني اعرف عنها الكثير. وضروري ان انت تبقى الجدول اللي في الجنب ده قاري مكتوب فيه ايه، لان ساعات بيبقى كاتب لك ان انت تختار حاجه معينه وبتبدا ان انت تختار عكسها. يعني مثلا ممكن من ضمن الحاجات اللي تلاقيها في الجنب هنا يقول لك لاكمال عمليه التحقق يرجى اختيار مثلا اشعر انني اعرف القليل عنه، فانت هتلاقيها هنا في الجنب وبيقول لك اختار الخيار دوت وانت ما تختاروش لان انت بتختار اي حاجه واي هبل وخلاص، فبالتالي هيقوم مخرجك من الاستبيان. يا شباب الحاجات دي بصوا زي ما انتم شايفين هي بسيطه اه، ولكن كلكم بتقعوا فيها لان انا كنت زمان بقع فيها اصلا، لان انت بتبقى داخل هدفك في الاستبيان ان انت تخلص اي حاجه وخلاص عشان تاخد فلوسك، ولكن دوت مش هينفع. عايز تكسب من الاستبيانات لازم تركز في اللي انت بتعمله، اه حتى لو هتفبرك كلام او هتبدا ان انت تقول اي كلام وخلاص، ولكن لازم يكون بصوره انت عارفها وتكون حاجه انت متذكرها. ما ينفعش تقول اي كلام وخلاص وانت مش عارف انت كنت بتختار ايه ولا بتعمل ايه، لازم تبقى بتختار حاجات انت عارفها. زي ما انتم شايفين يا شباب ده استبيان اهو ب 12 نقطه وهنخش فيه مع بعض. خلي في بالكم الصفحه اللي بنخش فيها دي هي صفحه تحقق يا جماعه، برده زيها زي الصفح الثانيه. صفح التحقق بتختلف من صفحه للثانيه، ولكن المحتوى اللي بيبقى فيها بيبقى واحد زي ما قلت لكم. فزي ما انتم شايفين دي صفحه تحقق او ابديت للبروفايل بيبقى طالبه ساعات الموقع، فبتبدا ان انت تختار الاختيارات ديت يا شباب، وضروري تكون اختيارات صحيحه برده مع البروفايل بتاعك، وان انت لما يجي يطلب منك ابديت للبروفايل دوت تختار نفس الخيارات اللي انت كنت حاططها في الموقع، ما تختارش اختيارات متناقضه. دي بحذر وبحذر وبحذر ان اكتر حاجه بتخليك تخرج من الاستبيانات هي اختياراتك المتناقضه والاختيارات العشوائيه. ولما تيجي تفبرك حاجه فبركها بصوره صحيحه، وديني باكد لك اهي يا جماعه على المعلومه ديت. يعني مثلا ما تقولش ان انت معاك عربيه رينج روفر مثلا وانت تكون قايل ان مرتبك بتاخده مثلا 10000 في الشهر مثلا او 5000 في الشهر. ازاي انت بتقبض 5000 جنيه في الشهر مثلا او 10000 جنيه في الشهر ومعاك عربيه رينج روفر؟ اكيد يعني حاجه مش منطقيه، فبالتالي بيبدا ان هو يشيلك من الاستبيانات او ما بيعرضلكش استبيانات كتير. فاختياراتك يا جماعه عامل مؤثر، لازم تبقى متوافقه مع بعضها البعض. بعض بردك اسئله التاهل يا شباب ان هو يجي ويقول لك دخل لي السنه اللي اتولدت فيها، فلازم السنه اللي اتولدت فيها تبقى نفسها السنه اللي انت دخلتها في البروفايل، تبقى نفسها السنه اللي بتؤكد عمرك. يعني ايه؟ يعني انت لو اخترت 20 سنه لازم يبقى مختار سنه السنه اللي فيها بتؤكد ان انت عندك 20 سنه. لو في حاجه مش فاهمها يا شباب تقدروا ان انتوا تسالوا في الكومنتات، ولكن انا بحاول دلوقتي ان انا اختصر لكم الموضوع، لان فعلا فعلا الفيديوهات اللي معايا ممكن تقعدنا حوالي 5 ساعات مع بعض شرح. وحابب برضو ان انا اوضح لك على حاجه، مش شرط كل الاستبيانات هتلاقيها بتفتح معاك وتقدر ان انت تخشها. في استبيانات انت ممكن تخش عليها وتدوس ويقول لك ان انت تاهلت او ان انت مناسب للاستبيان، ولكن يجي ويقول لك احنا خلاص وصلنا للعدد الكافي للاستبيان. طيب دي سببها ايه؟ سببها ان خلاص هم استكفوا بالعدد اللي دخلهم واللي جاوب الاجوبه، فبالتالي حل المشكله ديت ايه؟ ان انت تفعل الاشعارات في الموقع بتاع الاستبيان بتاعك، تخلي الموقع بتاع الاستبيان كل ما يظهر له استبيان او يظهر استبيان مناسب ليك يبعت لك اشعار بيه عشان تبدا ان انت تخش على الايميل على طول مباشره، وفي ساعتها اول ما يجي الاشعار تبدا ان انت تنفذ الاستبيان، فتبقى انت من اوائل الناس اللي نفذته. في سؤال برضه
برضو بيتكرر كتير يا جماعه، بيقول لك لو انت واحد عندك سوبر باور او قوه خارقه هتبدا ان انت تعمل بيها ايه، او ان انت هتحتاجها في ايه، او ايه هي القوه الخارقه اللي انت عايزها. بكل بساطه السؤال دوت بتاخده من جوجل واجابته موجوده ومنتشره جدا على جوجل، ويفضل ان انت تختار اجابه ما اختارهاش ناس يا جماعه قبل كده. فاحسن حاجه بتعملها ان انت تعمل الاجابه ديت من دماغك على ترجمه جوجل وتبدا ان انت تحطها كوبي بيست في الموقع. هو هندوس كونتينيو يا معلم، وزي ما انت ما شايف اهو احنا جاوبنا الاجابه، وهتلاقي بيحمل معاك كل دي عمليات تحقيق لغايه دلوقتي. اهو بيقول لك اختار لغه الاستبيان، اختار العربي، ونبدا نكمل 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 نكمل. زي ما انت شايف اهو بيقول لك ان انت داخل على استبيان لاغراض الابحاث والتسوق فقط، وهيبدا ان انت تختار بقى نفس الاجابات المكرره يا شباب. انت موظف دوام كامل ولا دوام جزئي؟ فيفضل ان انت تختار دوام جزئي يا شباب، لان معظم الناس شغالين بدوام جزئي. وتختار السنه لو انت ملاحظ الحاجات بتتكرر اهو زي ما بقول لك، وبعديها تختار المدينه، وتختار انت مكمل في الكليه ولا مش مكمل، ونوع التعليم الجامعي، وانت عندك اطفال ولا لا. ويفضل يا شباب في اختيار انت عندك اطفال ولا لا، تختار ان انت عندك اطفال، يعني على الاقل يكون عندك طفل، او ان انت مختار ان انت عندك طفل او اتنين يا جماعه، واحد منهم تحت الست سنين. خلوا بالكم اهو مش كل الاستبيانات بتفتح معانا يا جماعه، عشان بس الناس ما تفكرش ان كل الاستبيانات هتفتح معاكم، مش شرط. ولكن بالنسبه لان احنا دول عربيه، كون ان اتنين او ثلاثه من الاستبيانات ديت تتفتح معاك يوميا فدي حاجه كويسه جدا يا شباب، ودي معناها ان انت تكسب ارباح مهوله بالنسبه ليك كواحد عربي، خصوصا لو انت مشارك في اكتر من موقع استبيان راي يا جماعه. وانا طبعا انتوا عارفين ان افضل موقع استبيانات راي هو موقع سيرفي يا شباب. لو انتم ملاحظين اهو كل الاسئله متراوحه، انت مستواك التعليمي ايه، عندك كام سنه، عندك اطفال ولا لا، دخلك قد ايه. يفضل ان انت لما تيجي في حته دخلك قد ايه ديت تختار من 10000 ل 25000، او ان انت تختار من 5000 ل 10000 جنيه يا شباب. انا بقول لك الحاجه المثلى او الافضل ليك لما تيجي تختار، عشان ايه؟ يبدا ان هو يقول لك ان انت مؤهل للاستبيان. طيب اهو احنا قلنا ان احنا مؤهلين قدامكم اهو يا شباب، وهنبدا ان احنا بقى نشتغل مع بعضينا قدامكم اهو، ونعرض لكم التريكات. هنشغل اغنيه بسيطه مع بعض. احلى حاجه ان انت تقوم مشغل قران، او ساعات تشغل اغاني وانت بتعمل الاستبيان، بتبقى حاجه مريحه. دايما بقول لك ان ساعات بيعرض لك في اول الاستبيان هو الاستبيان هيبقى عن ايه، هو هيتكلم عن ايه اساسا، فضروري ان انت تقرا الرساله اللي في الاول ديت يا شباب، لان احنا دايما بنتجاهلها، ولكن دي رساله مهمه جدا، عشان على اساسها بيبدا ان هو يخليك ترتب افكارك وترتب كلامك اثناء الاستبيان. بعد كده اهو هنخش على العمليه بتاعت التحقق المعتاده، انت ذكر ولا انثى، وبعديها مستواك التعليمي وسنك والكلام الجميل ده كله، وانت عايش فين. كل دي اسئله يا جماعه لو لاحظتوا اهو في كذا استبيان عماله تتكرر وما بتتغيرش. وخلي بالك بقى دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، اللي هو السؤال اللي قدامكم دوت، انت شغال في اي قطاع من القطاعات ديت؟ ضروري 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 ان انت تختار الخيار اللي هو فيه ولا حاجه من دول، او ولا حاجه من القطاعات ديت. على فكره بيفرق جدا جدا ان الخيار دوت يا جماعه في استكمالك للاستبيان. طيب الاستبيان بتاعنا دوت عن زيوت المحركات يا شباب. طبعا انا لا افقه اي شيء في زيوت المحركات، فبتبدا ان انت تفتح جوجل مع الاستبيان كده، وتبدا اي زيت محرك يكلمك عنه ابدا ان انت تعمل سيرش عنه كده، وشوف هو بتاع ايه او بيعمل ايه يا جماعه. طبعا انت لو عندك خبره او عندك معلومات عن الكلام دوت، بتبدا ان انت ايه بتباص عمليه ان انت ايه تعمل سيرش او الكلام دوت يا شباب، ما بتحتاجش ان انت تعمل سيرش ولا اي حاجه. وضروري هو هنا بيقول لك ان احنا في زيت جديد تقريبا بنطلقه، او في حاجه جديده احنا بنطلقها، فانت ايه رايك فيها دونا عن الزيت الاعتيادي بتاعنا. فبتبدا ان انت بقى تكتب له رايك، وتكتب له ايه الزيوت الاحسن، وايه الشركات التانيه اللي بتقدم زيوت. كل ديت حاجات انت بتجيبها من جوجل عادي يا جماعه. نخلي بالنا بقى من الجزء دوت اللي بيجي في اخر الاستبيانات، واللي دايما بيجي في معظم الاستبيانات يا شباب. بيقول لك ان احنا عايزين بعض المعلومات عنك لاغراض التسويق. المعلومات دي بتبقى ايه؟ هتلاقيها نفس الاسئله اللي انت اتسالتها في الاول يا شباب خالص، اللي هي اسئله السن والعمر، وانت دراستك قد ايه، او دارس ايه، او لو انت مثلا رب منزل فانت رب منزل لكام طفل. الكلام ده كله هيتكرر معاك تاني. طيب بيتكرر معاك تاني ليه يا شباب؟ لاغراض التحقق، وان انت فعلا كنت ماشي في الاستبيان بصوره صحيحه، وان انت ما اخترتش اي حاجه. كل دي العمليات التحقق. فانت لازم يا معلم تبقى مركز في اللي انت بتختاره واللي انت بتعمله. وانا سايب لكم اهو الاسئله قدامكم يا شباب تظهر واحده واحده، عشان تبقى فاهم ان الدنيا ديت مش عشوائيه. اللي انت اخترته في الاول لازم يكون نفسه اللي انت اخترته في الاخر، ولازم يكون نفسه اللي انت مدخله في البروفايل ذات نفسه بتاع الموقع اللي انت واخد منه الاستبيان. فبالتالي لو انا شغال على سيرفي ايه، لازم تكون المعلومات اللي في سيرفي ايه هي المعلومات اللي انا بحطها في الاستبيان في اوله وفي اخره. غير كده يبقى انت يا معلم هتخرج من الاستبيان افاك يامر عيش، وهتاخد على افاك، مش هتكسب اي حاجه. بس يا معلم، وزي ما انت شايف هو بيقول لك شكرا لك لاستكمال عمليه الاستطلاع. بعض الاستبيانات يا شباب بيبقى طالب منك ان انت تبقى مشغل السماعات، فزي ما انت شايف هنا الفيديو دوت للاسف انا كنت مشغل اغاني فما سمعتش الصوت اللي كان موجود هنا. هتقول لي ده صوت رنه الجرس او صوت رنه البتاع دوت، اقول لك لا، لان ساعات
ساعات يا شباب بيبقى عامل لك مثلا صوت فيل او صوت قطه او صوت كلب، ويبدا ان هو يقول لك انت شايف ايه والصوت اللي سمعته ايه يا معلم، وهل انت سمعت الصوت دوت ولا لا. ولكن انا دلوقتي هجاوب للاسف اجابه خاطئه، لان انا يا معلم زي ما بقول لك كنت بشغل اغاني فبالتالي ما سمعتش الصوت اللي كان موجود. فبالتالي هنا هو هنا بيقول لي هل انت سمعت الصوت، قلت له لا، لو انت شفت الفيديو قلت له اه. فبالتالي لما ادوس نيكس هيخرجني من الاستبيان، لان هو هنا في الاستبيان دوت عايزني ان انا يبقى معايا صوت وصوره. طيب ده نوع تاني برده من الاستبيانات يا شباب، اهو قدامكم بيقول لي هنا النوع ذكر ولا انثى وتاريخ الميلاد. وزي ما انتم شايفين هنبدا ان احنا نملى نفس الكلام والاسئله اللي احنا مليناها في اول الفيديو برده عادي جدا بنفس الطريقه وبنفس الاسئله. فبالتالي يا شباب هي كلها بتتكرر زي ما قلت لكم في كل الاستبيانات. وبعد كده بيدخلنا على الاستبيان الرئيسي، ولكن هنا في الاستبيان دوت انا دخلته متاخر، فزي ما انتم شايف بيقول لي النسبه تامه وان العدد من الناس استكفى في الاستبيان دوت يا شباب. فدي مشكلتي انا ان انا دخلت الاستبيان دوت متاخر، فعشان كده بقول لك ابقى فعل الجرس او التنبيهات بتاعت الاشعارات في الموقع. تقلقوش احنا هنعمل فيديو استطلاع كامل من الالف للياء دلوقتي مع بعضينا في نفس الفيديو اللي احنا بنشرح فيه دوت، ولكن بس انا هبجي لك دلوقتي للنقط اللي فيها التركات. طيب من احد اسئله التركات اهو بيقول لك اذا كان اليوم السبت فماذا يكون بعد هذا اليوم او ماذا يكون غدا. اهو قدامكم هتختار بكل بساطه يوم الاحد يا باشا. يا باشا لو انت دلوقتي مختار حاجه غير الاحد او ان انت كنت بتختار بصوره عشوائيه فهيخرجك من الاستطلاع عادي جدا. ولو انت خدت بالك هنا بيسالك انت بتاخد كام في الشهر، انت في اول الفيديو او في اول الاستطلاع لو انت لاحظت احنا اخترنا خدنا كام، فنبدا ان احنا نختار نفس الاجابه هنا يا شباب في الاجابه بتاعه الفلوس. بالتالي ما ينفعش تبقى انت مختار رقم في اول الفيديو وتيجي هنا تختار رقم تاني. نلاحظ بقى ان التريكات قد ايه لغايه دلوقتي وعديناهم مع بعض. فلو انت ملاحظ انت كده دلوقتي بدات تفهم انت ليه بيخرجك من الاستبيان او ليه بيعمل معاك كده. واخيرا وليس اخيرا بيقول لك هنا اكتب لي ملاحظه عن الاستبيان، فانت اكتب له ان الاستبيان كان جميل جدا ولكن يرجى تقليل عدد الاسئله. الاجابه ديت تنفع في كله يا شباب وبتبقى اجابه مفضله للجميع. فبالتالي هتلاقي ان احنا خلصنا الاستبيان وخدنا الفلوس اهي بكل بساطه. احنا كده يا شباب يعتبر قلنا لكم معظم التركات اللي بتيجي في الاستبيانات وبتبقى مكانها فين وبيبقى شكلها عامل ازاي. هل في تركات ثانيه؟ اه في تركات ثانيه، ولكن احنا قلنا لكم ابرزها او يعتبر 90% او 95% منها. فيا ريت تركز جدا وانت بتعمل الاستبيان وتنفذ كل حرف احنا قلناه، لان كل حرف احنا قلناه يا شباب ذو قيمه. فبالتالي لو انت ركزت في الاستبيان بالطريقه اللي احنا وضحناها وبالطريقه اللي احنا عملناها مع بعض وبالطريقه اللي هتشوفها في الاستبيان الكامل اللي هنعمله مع بعض دلوقتي، هتقدر ان انت تعدي معظم الاستبيانات بكل بساطه. اي نعم مش كل الاستبيانات ولكن معظمها زي ما احنا بنشتغل عليه. هنسيبكم دلوقتي مع مقطع موسيقي ومع استبيان كامل من الالف للياء هننهيه مع بعضيكم باذن الله وننهي بيه الفيديو. فيا ريت الناس تتفرج عليه وتركز في تفاصيل.
وزي ما شفتوا يا شباب الاستبيان كده انتهى، واحنا يعتبر شرحنا لكم المعظم التركات زي ما قلنا لكم. اتمنى فعلا يكون الفيديو عجبكم وتكون الناس استفادت من الفيديو. انتظرونا في حلقات اجمد قادمه باذن الله. دعمك لينا بيفرق جدا في استمراريه القناه يا شباب، حتى لو بكومنت او كلمه حلوه. ما تنساش لايكك الجميل والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.